مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج التحدي. حلقتنا النهارده هتكون حلقه مفيده جدا جدا، حلقه مهمه. احنا عاملين جروب كده، جروب اسمه اكتشف موهبتك مع برنامج التحدي. الجروب ده طبعا شامل فيه جميع المواهب، حلقات دينيه هيكون فيه الجروب ده، ديني واسلامي طبعا، والدين هو الاسلامي تمام، وهيكون فيه ان شاء الله جميع المواهب بالنسبه للرياضه وبالنسبه للفن. الفن طبعا بيشمل الاغاني وطبعا والقاء الشعر والرسم طبعا، لو فيه طبعا حد برضو عنده موهبه الرسم هيكون ان شاء الله موجود معانا هنا ان شاء الله من خلال برنامج التحدي. المسابقه دي طبعا احب طبعا اوضح تاني بالنسبه للجروب اسمه اكتشف موهبتك مع برنامج التحدي. اي حد عايز يشارك معانا في الجروب ده يتواصل معانا في الجروب وينزل موهبته، وان شاء الله هو لو صوته جميل وصوته كويس وعنده موهبه ان شاء الله، ايا كان الموهبه ايه. الموهبه طبعا احنا اتكلمنا ديني، طبعا الديني بيشمل القران الكريم والاناشيد الدينيه والابتهالات، وده بالنسبه للدين. بالنسبه طبعا لو في حد مثلا عنده موهبه بموهبه الغنى او عنده بيلقي شعر تمام، بالنسبه للرسم، بالنسبه طبعا للهاند ميد، احنا بالنسبه طبعا للرياضه احنا بنساعد كل شبابنا وكل البنات وكل الناس ان نكون على قدر المستطاع ان احنا نوصلهم زي ما بقول كده للسلمه الاولى من خلال برنامج التحدي. وطبعا لازم تكونوا قد التحدي. حلقتنا النهارده هتكون حلقه دينيه، هتكون طبعا في اول مسابقتنا النهارده حبينا ان احنا نتكلم في الحلقة الأولى النهاردة في اكتشاف المواهب، هتكون طبعا حلقاتنا في حلقات الدينية، وطبعا معانا اتنين جمال اتنين لزاز إن شاء الله هيستمتعونا النهاردة بالحلقة، ودي طبعا أول التحديات النهاردة في اكتشف موهبتك. هيكون معانا ضيفنا الأولاني محمد محمود، أهلا وسهلا بيك. الله يرفيك يا استاذ رمضان، الله يعزك يا ربي، ونسال الله سبحانه وتعالى يكون تكون ان شاء الله حلقه مباركه بمعيتكم ان شاء الله. حبيبي ربنا يخليك. وهيكون طبعا ضيفنا ثاني الاستاذ عبد الله دياب، اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. طبعا عايزين بقى ايه استاذ محمد كده تعرفنا بنفسك كده وعرف المشاهدين بنفسك. انا محمد محمود عبد الحليم، قارئ ومنشد، فضل ادرس في كليه التربيه اللغه العربيه قسم اللغه العربيه الفرقه الثالثه في جامعه الفيوم، والتحق بمعهد القراءات في الفيوم يعني. بفضل الله يعني الموهبة نمت من الصغر يعني، لأننا ما شاء الله يعني نشأنا في سماع القرآن وفي حب القرآن الكريم. أهلا وسهلا بك. الأستاذ عبد الله. عبد الله محمد من الشرقية، بدرس في كلية الهندسة الفرقة الثالثة. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، إن شاء الله تكون حلقة جميلة إن شاء الله. إن شاء الله. وطبعا بالنسبة لاكتشف موهبتك النهاردة إن شاء الله أول حلقة لينا في اكتشف موهبتك النهاردة إن شاء الله. طبعا المسابقه هتكون زي ما احنا اتكلمنا فيها، واحب طبعا اوضح لكل المشاهدين احنا عاملين مسابقه جميله، كل الاصوات الجميله طبعا بنبدا بالحالات الدينيه، لكل الاصوات الجميله الحلوه هتشارك معانا هنا، وبعد كده هنعمل زي نظام ايه كده ايه مشاهدات اكتر ونشوف، وطبعا هيكون باراء الجمهور ان شاء الله. فنشوف النهارده معانا في اول حلقتنا النهارده، سمعنا النهارده استاذ محمد نبدا بالقران ان شاء الله. طيب تمام، وبداية لكل شيء. طيب تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور
ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفوز الكبير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك. بسم الله ما شاء الله صوت جميل جدا جدا. الاستاذ عبد الله سمعنا ايه النهارده؟ ان شاء الله سمع حضرتك ابتهال كده ان شاء الله. طيب تمام. لا اله الا الله. لا سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رب. عفوك ورضاك وحسن لقاك يا كل القلوب إلى الحبيب تميل. كل القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بها شاهد ودليل. أما الدليل
أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. جميلة جدا جدا، اشكرك يا عبد الله على الصوت الجميل ده، وربنا يوفقك ان شاء الله. محمد، عايزين نعرف بقى انت امتى اكتشفت ان انت موهبتك الجميلة دي؟ والله يا زهر، رمضان يعني لكل انسان بداية، والبداية كانت هنا في الإذاعة المدرسية. تمام. كنت دايما بطلع في الإذاعة بقرأ القرآن وبقول الأناشيد الدينية والتوشيح يعني. تمام. بفضل الله يعني، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الجامعة، فكانت النطاق مفتوح أكثر، يعني أن الواحد ينشر موهبته ويسمع للناس الإنشاد الجميل والطرب يعني. ما شاء الله، والفضل من الله سبحانه وتعالى. طيب، محضر لنا بقى جميل بقى كده، تسمحونا النهارده. محضر ان شاء الله باذن الله قصيده عابد، ان شاء الله انشودها. طيب، نسمعها ان شاء الله. يا رب نظر الينا، يا غوسا عطفا علينا، عفوا صفحا يا كريم، عفوا صفحا يا كريم. يا رب نظر إلينا، يا غوسا عطفا علينا، عفوا صفحا يا كريم. عابد يحمل في جنبيه إشراق اليقين، ليله آي وذكر وسلام فوق الجبين. إنه قرآن ربي وهدى للعالمين، ترتله تسابيحي، تضيء به مصابيحي، ويشدو عالم الروح، وأشدو في تواشيحي. الله 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 الله، أدركنا يا الله. الله الله يا حي، الله الله يا حي، الله الله يا حي. قد براه الشوق حتى صاره لحن الألم، يتوارى في ظلام الليل في بحر الندم، رافعا شكواه للمولى على ما قد ألم، ينمي النفس بالتوبيق فيحيا جنة القرب، ويهنى القلب بالحب بعيد الهجر والسلب. الله 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 الله، أدركنا يا الله. الله الله يا حي، الله الله يا حي. قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي؟ قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي؟ لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيه أسى، ومثلي من يفي؟ ما لي سوى روحي
وباذل نفسه في حب من يهواه في حب من يهواه ليس بمسرف. الله الله يا حي. بسم الله ما شاء الله ربنا وفاك كده حاجه جميله جدا جدا ربنا وفاك والله سلطنا على مقام البيات بقصيده عابد وبالابيات الذي نظمها لنا العارف بالله عمر بن الفارض يعني ومن شعراء الصوفيه الكبار يعني. بسم الله ما شاء الله حاجه جميله جدا جدا ربنا وفاك. عبد الله بقى المحضر لنا ايه النهارده؟ بس قبل ما نقول بقى تسمعنا حاجه عايزين نعرف امتى اكتشفت موهبتك والله هي الموهبه الحمد لله موجوده من الصغر لاني الحمد لله ازهري بس ان شاء الله الحمد لله يعني نمت وانا من اول ما دخلت الكليه يعني بين الاصدقاء الحمد لله. طيب تمام هنطلع فاصل ونرجع تاني مع الموهبه الجميله. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وهنسمع طبعا حاجات جميله مع حبيبنا كده عبد الله. تسمعنا ايه النهارده؟ هسمع حضرتك ابتهال الشيخ ناصر الدين طبار. طيب تمام سبحت لله في العش الطيور ترسل الألحان عطرا في الزهور سبحت لله في العش الطيور ترسل الأنغام عطرا في الزهور تصنع العش وتسعى في البكور تصنع العش وتسعى في البكور عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من الرازق الله والصانع الله الرازق الله والصانع ربنا يوفقك كده عبد الله ان شاء الله ونشوفك كده في حاجه اللي انت بتتمناها ان شاء الله. محمد ايه سمعنا ايه تاني بقى؟ ان شاء الله كله طيب باذن الله. طيب ان شاء الله موشح يا ايها المختار لسنه الشيخ طارق عايزين حاجه بس عشان فاضل معانا دقيقه فعايزين حاجه كده. طيب تمام فاضل وقتنا دقيقه واحده بس باذن الله ان شاء الله. طيب بناء على طلب احد الاحبه يعني عايز يسمع أبيات متى يا كرام الحي عيني تراكم. طيب احنا هنسيبكم في نهاية حلقتنا بقى هنسيبكم مع الأستاذ محمد محمود ويختم معاكم إن شاء الله حلقتنا. متى يا كرام الحي عيني تراكم وأسمع من تلك الديار
أمر على الأبواب، أمر على الأبواب من غير حاجة لعلي